المصعب ده حرق الظالم عبد الفتاح السيسي وعصابته لما ضرب على اخواننا وابنائنا القنابل الحارقه، فاحرقوا الجثث واحرقوا المسجد واحرقوا المصحف. يحرق المصحف في بلد الازهر في مصر؟ ده احنا المصحف ده هو منهج ربنا سبحانه وتعالى، كلام ربنا سبحانه وتعالى، واحنا عايشين عشانه، بنتأدب من خلال القرآن وبنتعلم من خلال القرآن، وطريقنا إلى الجنة من خلال القرآن، والقرآن هو الذي يحثنا على الجهاد، وما خرجنا إلا لله حسبة الله عز وجل، واستبددنا هذه القوة من هذا الكتاب الذي أحرقه السيسي عليه لعنة الله وعلى عصابته السيسي وعصابته الظالمة الجائرة. أحرقوا المصاحف وأغلقوا المساجد، والله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين، لهم في الدنيا في خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حرقوا المساجد وحرقوا المصاحف وقتلوا إخواننا بأعتى الأسلحة المحرمة دوليا، قنابل حارقة مصنعة عند اليهود مصنعة في إسرائيل، يضربون إخواننا الركع السجد الذين ما خرجوا إلا حسبة لله عز وجل ولنصرة دين الله عز وجل. وكثيرا ما رفعنا هذا الشعار في رابعة والنهضة وغيرها من ميادين مصر، وقلنا هي لله هي لله، وكان خروجنا سلميا، لم نمتلك أي أسلحة ولا أي بنادق ولا أي ذخيرة، كما قال الأفاق وزير الداخلية الكذاب، ويعلم والله يعلم أنه كذاب، ما كانت هناك أسلحة ولا ذخائر ولا أي شيء من هذا على الإطلاق. سلاحنا الوحيد الإيمان بالله عز وجل، سلاحنا الوحيد حبنا لديننا، سلاحنا الوحيد حبنا لرسولنا، سلاحنا الوحيد هو إعلاء كلمة الحق، سندنا الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، قوة كل ضعيف وسند كل ملهوف ومغيث كل مغيث. نحن ما خرجنا إلا سلميين ولن نخرج إلا سلميين، ندافع عن هذا الدين بإذن الله عز وجل بسلميتنا وقوتنا في سلميتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا كتاب الله أحرقه السيسي، هذا كتاب الله، انشر هذا الكلام على العالم، يحرق كتاب الله في بلد الأزهر في بلد ألف مئذنة؟ لقد عبنا على الدنماركيين حينما سخروا من رسول الله وحينما أحرقوا كتاب الله، والآن يحرق المصحف في بلد الأزهر؟ ما أحرق إلا في عند اليهود، ما أحرق إلا في تل أبيب وفي بلاد الكفر، أما أن يحرق المصحف هكذا في بلاد الأزهر فهذه نهاية الظالمين، نهاية الظالمين. اقرأوا معي هذه الآية التي نحن بصدها وفتح عندها المصحف، قال الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فهم قد مكروا السيئات، والآية توعدتهم أن الذين مكروا السيئات أن العذاب سيأخذهم إن شاء الله من حيث لا يشعرون، عاجل غير آجل، وسترون إن شاء الله بأنفسكم ما سيفعل الله عز وجل بهذا الطاغية وهذا الظالم وهذا الجائر، لأن حرب السيسي الآن ليست مع الموحدين ولكنها مع رب العالمين.